أكد رئيس الوزراء على تقدير الدولة لدور أهل سيناء في مواجهة الإرهاب، كما شدد رئيس الوزراء على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ القرار الاستراتيجي وهو تنمية سيناء جنبا إلى جنب مع دحر الإرهاب. الشغل الحقيقي اللي تم على هذه الأرض، وأنا بقولها وبأكدها كمصري قبل ما أكون مسؤول، الشغل الحقيقي لتنمية هذه الأرض بصورة جادة ومش مجرد حلم أو تخطيط ولكن تنفيذ على أرض الواقع، بدأ تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدءا من 2014. احنا ما كناش يعني، واللي عايز أقوله إن احنا من ساعة ما بدأنا من 2014 احنا مش بنشتغل في ظروف طبيعية. شمال سيناء كلنا عارفين، وأهالي شمال سيناء اللي موجودين واللي أنا سعيد إن أنا أشوفهم معايا وقابلتهم يمكن من أسابيع قليلة لما جيت في الزيارة السابقة، كانوا بيعانوا زي ما كلنا بنعاني من ويلات الإرهاب اللي استمر على مدار 10 سنين. إرهاب مقيت، كنا كل أسبوع ما بيعديش إلا وبنسمع عن حادثة استشهد فيها أو أولادنا من القوات المسلحة أو الشرطة أو أبناء شمال سيناء أو أصيب فيها عدد كبير. فكان هناك خيار ان احنا نقعد نحارب ونقعد 10 سنين لغاية لما ننهي الارهاب من غير ما نعمل اي حاجة، وده هيبقى طبيعي وشيء منطقي انها منطقة ساحة حرب وان احنا ما بنعملش حاجة غير ان احنا نحاول نحارب الارهاب. لكن القرار الاستراتيجي اللي خده سيادة الرئيس كان من اول لحظة ان احنا لازم ننمي سيناء جنبا الى جنب مع دحر الارهاب.